يمكن التنبؤ بالأحوال العامة في حالة السلم، فكيف الأمر في حالة الحرب والمواجهة؟ وجنوب الوطن في حالة استنفار مع أوضاع الحرب القائمة بين المملكة ودول التحالف لمواجهة العدوان مع الحوثي في اليمن الذي يهدد سلامة الوطن كما يهدد سلامة اليمن الشقيق. وفي أحوال كهذه يصبح السعي إلى نشر مفهوم الأمن، والذي يعني بمجموع الجهود التي تصدر عن الفرد كمواطن أو الجماعة كمؤسسات الدولة الرسمية والمدنية لتحقيق حاجاتها الأساسية أو للرد على العدوان عن كيانها ككل. وزارة التعليم معنية كغيرها من مؤسسات الدولة بتقديم الرعاية الكاملة لطلابها وطالباتها والعاملين فيها بالحد الجنوبي، خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود والتي في خط المواجهة، فكثيراً ما يتطلب الأمر إجلاء مناطق من سكانها وتأمين نزوحهم لمناطق أكثر أمناً بهدف حماية المواطنين من الهجمات والمخاطر. ومؤخراً شددت اللجنة العليا للحد الجنوبي على ضرورة توفير كافة الحلول العملية لأبرز احتياجات إدارات التعليم في الحد الجنوبي، ومنها توفير النقل التعليمي لطلبة المدارس للإسهام في استمرار العملية التعليمية، حيث يقوم مركز الدعم الفني والتعليمي في الحد الجنوبي بدور كبير في الإسهام في العملية التعليمية هناك، وذلك بتوفير جميع البيانات والتواصل مع إدارات التعليم والشركة لتحديد الاحتياجات ورصد المشكلات والرفع بالحلول للجهات المعنية. أسندت وزارة التعليم إلى شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي توفير حافلات للطلاب والطالبات بهدف نقلهم إلى الدراسة في مناطق آمنة، حيث حرصت الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة على توفير الإيرادات المالية والتواصل مع وزارة المالية لتسريع المهمة وإزالة جميع العوائق المادية لتحقيق الأهداف في أسرع وقت. المناطق التي يتم نقل الطلاب منها هي مناطق الشريط الحدودي في عسير وجيزان، وقد رفع توفير الحافلات والمركبات في تلك المناطق من نسبة اطمئنان الأهالي على أبنائهم واستخدام وسيلة النقل. والمسافات التي تقطعها المركبات والحافلات تبدأ من 20 كيلو وتتراوح إلى 40 كيلو. وتتميز منطقة الحد الجنوبي بأنها منطقة جبلية وتضاريسها وعرة، وربما هناك صعوبات في بعض الطرق والمنحدرات الجبلية، وقد يشكل الأمر هاجساً مخيفاً للتنقل عبر هذه التضاريس لدى الأهالي، إضافة للقلق من الناحية الأمنية. من أهم العقبات التي واجهتنا في المشروع هو طول زمن الرحلة بسبب بعد المسافات. عدد المركبات والحافلات 550 تنقل ما يقرب من 53 ألف طالب وطالبة في المناطق الحدودية والحمراء. حسب توجيهات معالي وزير التعليم تم إضافة عدد 960 حافلة ومركبة لنقل ما يزيد عن 10,000 طالب وطالب. خيارات متعددة انتهجتها وزارة التعليم في تقديم العملية التعليمية، وحافظت فيها على حقوق الطالب الأساسية في الحصول على التعليم، وعملت الوزارة على توفير عقود نقل لكل ولي أمر بالتعاقد المباشر معه، وتقديم معونة مالية لطلاب المناطق الحدودية والجبلية، ووفرت للطالب وسائل متعددة منها متابعة الدروس عبر قناة عين التعليمية ومن خلال توأمة المدارس. وأخيراً كان مشروع نقل الطلاب للدراسة في مناطق أخرى، وكل هذه الجهود تصب في حرص الوزارة على عدم انقطاع الطلاب عن التعليم وتوفير الراحة والأمن النفسي لهم ولذويهم.